السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين 2020 القسم الأدبي. طلاب الشهادة الثانوية يعني بيستنوا النتيجة وخلاص وظهرت وعرفنا خلاص وكل واحد عارف مجموعه، وبعد تم اعتمادها سيبدأ طبعا كل طلاب في اختيار الكلية اللي هم عاوزينها إن شاء الله تبع التنسيق. وموعد على النتيجة كان يوم الخميس، والطلاب أدبي وعلمي وبحوث إسلامية. اما توقعات تنسيق بقى كلية الترجمة الفورية انجليزي انتظام بنين الازهر 564 درجة. توقعات تنسيق كليات اللغات والترجمة شعبة الدراسات الاسلامية بنين الازهر لغة انجليزية 556.5 درجة. توقعات تنسيق كلية التجارة بنين الازهر انتظام 409 درجة. توقعات تنسيق كليات اللغات والترجمة بنين الازهر تخصص عام 503. توقعات تنسيق كلية الإعلام بنين الأزهر القاهرة انتظام 481 درجة. توقعات تنسيق كلية الشريعة والقانون انتظام بنين الأزهر اللغة الإنجليزية بمصروفات 488 درجة. تنسيق كلية التربية بنين الأزهر أسيوط انتظام 412 درجة. وبعد ظهور طبعا نتيجة الثانوية الأزهرية بأيام هيبقى في بداية طبعا هيتم فتح باب التظلمات، هيبقى يستمر حوالي 15 يوم. وفي حالة بقى اللي الطالب عاوز يحصل على درجات إضافية بيتم التأكد من درجاته ويتم إضافها للدرجات بتاعته. ده المؤشرات وتوقعات التنسيق للبنين إن شاء الله في قسم الأدبي. فهنشوف الدنيا ماشية إزاي، فربنا يكتب لكم الخير إن شاء الله. وفي أي جديد هنكون موجود معانا على القناة أول بأول إن شاء الله. ربنا يكتب لأولادنا الخير والسلامة، ويا رب كل واحد فيكم يحقق ما يتمنى. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، في أمان الله.